إذن الإكراه، إكراه الفتاة على الزواج أمر مهم. أود أن يتفضل فضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان بالتعريج على هذا الموضوع الذي في الآونة الأخيرة برز إلى الوجود. أشرنا إلى هذا وقلنا إن المرأة لا تزوج إلا برضاها. نعم. إن كانت سيبا فهذا محل وفاق بين أهل العلم، وإن كانت بكرا صغيرة أو كبيرة بالغة فالصحيح من قولي العلماء أنها لا تجبر أيضا. نعم، هذا هو الحكم الشرعي فضيلة الشيخ. أتمنى أن تهمس في أذن ولي الأمر أيضا. نعم، فلا يجوز لأولياء أمور الفتيات أن يزوجوهن إلا برضاهن من هؤلاء الأزواج، وذلك لأن الزواج عقد عشرة وعقد اجتماع بين الزوجين وتكوين أسرة وبيت وإنجاب أولاد، فإذا لم يقم على أساس صحيح من الأول وعلى تفاهم صحيح ورضا من الزوجين فإنه يبقى مكدرا ومنقصا. وأيضا هذا ظلم للفتاة أنها تجبر على الزواج بمن لا تريده، بل بناء على رغبة وليها في ذلك أو لغرض في نفسه. الفتاة لها حق الاختيار وحق الرضا، ولوالدها حق الرقابة عليها لئلا يزوجها إلا من كفء في دينه وأمانته. هذا حقه ودوره. أما أنه يجبرها بغير رضاها فهذا أمر لا يجوز، وقد حذر منه الشارع صلى الله عليه وسلم ونهى عنه في أكثر من حديث. نعم.